سميرة سميرة ابوس ايدك. ما تفضحنيش، انا مستعد اعمل لك اي حاجه، هعمل اي حاجه، بس ما تقوليش لمراتي ان انا بخونها. انت عارفه انا كاتب على نفسي مؤخر كام؟ مش عايز نفضحك، يبقى تعمل اللي هقول لك عليه. تاخدني معاك اقعد على القهوه اشوف طارق جوزي بيقعد معاكوا بالساعات يعمل ايه. لا اما كده وكتاب الله هوديك في 60 داهيه اقول لمراتك. حاضر. استعنى على الشهاب الليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض عليك يا صلاح. حلوة حلوة حلوة. وحياة أبوكي ما تعكي في الكلام، ها؟ وطخني صوتك، طخني صوتك. يلا. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم هشام إيه اللي أخرك كده؟ معلش أصل كنت بجيب ابن خالتي من المطار. دي سمير. ده سمير، سمير ابن خالتي كان عايش في أمريكا ولسه جابه من المطار. أنا عايش هناك طول عمره والله. طول عمره عايش في المطار. حب الضحك قوي. أهلا. أهلا بيك. مالك يا عم بتسلم بطراطيف صوابعك كذا الحريم؟ أصل الأمريكان دول طراي. أخوك طارق عادل أمير. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل. يا عم ما تلعب بقى. ايه ده يا باي؟ الواد ده اوف سايد. اوف سايد ايه؟ مش واخد بالي. الواد ده يا عم، الواد ابو شورت اسود ده وتيشيرت اصفر مالوش فيها على فكره. الواد ده اوف سايد. يا عم ده الحكم، انت مالكش في الكوره ولا ايه؟ معلش بس من امريكا بقى ومش عارفين الكوره بتاعتنا وبتاع. تعمل ايه؟ هتودينا بتاع ايه؟ يخرب بيتك. كنت عايزاه يطمني، كنت عايزه اسرسبه لغايه بيقول لي بيخوني مع مين. استنى طب انا هغير الموضوع. طب وانتوا هتعملوا ايه بقى يا رجاله؟ والله لسه مش عارفين. ايه ده؟ تصدق ان انا عندي اخو البلطو ده تيبيكال غريب، بس انا ليا ذوق خاص كده. عشان تعرفوا ان ذوقي فرنساوي. وهزار امك. طب ايه رايكم بقى لو نطلع نهيص كده في كباريه ونصرف مصاريف مدارس عيالنا؟ يا عم انت مالك دخل علينا سخن كده ليه؟ يا عم انت مباشر كده ليه؟ مفيش كده في الدنيا على فكره. اصلا انا بحب الستات قوي، اموت كده اموت لو ما خنتش مراتي في يوم. اتجن ابقى هفرتك. وانت بتحب الستات زيي؟ زيه ايه بس يا طروق؟ انت راجل محترم ومتجوز وبتحب مراتك ولا يمكن تخونها، ها؟ والله العظيم لو ماسك اسكت خالص كان لسه هيعترف ان هو بيخونها. اسمع صوتك لغايه اخر القعده دي. حاضر. بص البنت الحلوه اللي هناك دي. يا عم خضتني. ايه الحنش ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بص يا عم جزمتها حلوه ازاي؟ وده اللي انت بصيت عليه؟ اصلها الصراحه طالعه من عيني. الصراحه انت كيفك غريب قوي. يا عم كل واحد حر في كيفه. على رأيك. بالله. انا ليا واحد صاحبي ما يسروش في المرة غير كوعها. سيام بقى ناعم مقشف مكحت كده ولونه فراني. طب وانت بقى كوع مراتك بقى مقشف ولا طري؟ التهبل في دماغك؟ انت بتجيب سيرة مراتي على لسانك. ايه ده؟ شفت شفت بيحبك ازاي؟ في غيبتك وبرضه محافظ على سمعتك اهو. يا بنت كلب ما تتعاشرش، بس ما حدش يجيب سيرة حريم بيتي. طب يلا بقى سمير علشان الشغل. اقعد. الشغل. شغل ايه اللي عندك؟ تستهبل؟ زيو كان هيقر دلوقتي. طب ما تيجوا بقى نقعد قعدة سهلانة كده ونفك مع بعض ونشرب ونشرب سجاير. انت هرموناتك قب عليك يا ابني ولا ايه نظامك؟ يا هشام ده من امريكا ده متاكد؟ انت تفكيرك حريمي كده ليه؟ عامل زي مراتي مفكره كل عاداتنا شمال. مالها بقى مراتك؟ قرفاني في عيشتي غيره وشك، بس تحط لها جهاز التسلط في السقف. ما هو يا حبيبي ما فيش دخان من غير نار. يا عم دخان ايه ونار ايه؟ دي مراتي وام عيالي وانا بصراحه بحبها. شفتي الحمد لله. بس امها بقى مره بنت 60 صاغ ما يتفات لها بلاد وهي طالعه كربونه من امها. يربيها يا ام. طبعا ما عرفتنيش صح؟ سميره انا كنت متاكد ان البلطو ده بتاعي على فكره عشان موبر من قدام. يا عم اقعد اتنيل بقى، عمال اقول لك احذر امامك مطب وانت نازل فيه ببوزك. واللي انت عاملاه في نفسك ده؟ جاي تقعدي لي على قهوه مع رجاله؟ خلاص الغير عمتك؟ مش ذنبي ان انا وسيم والمصحف ما انت بايت على ذمتي. لا وش معنى انا يا اخويا؟ مع اميره مرات عادل اهي. اميره؟ يا حبيبي الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. يا
انا بقالي 8 سنين قاعده القعده القذره دي مع الاقذر دول عشان اعرف عادل بيخوني ولا لا. منك لله ده انا داني طول الطبيعه الله يخرب بيت ابوكي. فين ده احنا كنا انتيم. ده انت كنت لسه واقفه جنبي في المبوله. ايوه مش انا وعدتك ان انا افضل واقفه جنبك طول الوقت. عملتيها ازاي دي؟ عادي يعني فضلت واقفه جنبك وعملت احلف عليك اليمين ازاي دلوقتي؟ لا ما تحلفش يا دولا دولا. لا ما تنسريش ما تنسريش. لا 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 دولا وانت حسابك في البيت. يلا قدامي قدامي. استني بنسيل الطقم ده جامد عليكي قوي. خد دي. يلا يا اختي. مجانين ولاد المجانين دول. يا ريس استغفر الله العظيم يا رب على دي اشكال بنشوفها. اه والله. اظبط لي بقى الولع هنا عشان اتفرج على الماتش على رواقه. عينيا الاثنين. الطقم ده انا عندي توأم وتيبيكال في البيت. ما يغلاش عليك ما يغلاش عليك يا باشا.